كما كتشوفوا حنا في فعاليه حفل افتتاح المعرض التشكيلي الفنانة إلهام العراقي هنا بالرواق محمد الدريسي الفن المعاصر. طبعا هذا الرواق اللي تابع المديريه الجهويه لوزاره الثقافه بطنجة. فرحانين بزاف اننا كنتواجدوا طبعا في هذا الرواق هذا. اضافه الى ذلك كنستقبلوا فنانه من اهم الفنانات المغربيه التشكيليات اللي هي مدام إلهام العراقي. طبعا اللي جاتنا بمجموعه ديال لوحات تشكيليه بواحد كوليكسيون مختلفه وتحت التيمه ديال الوقت. خدات الشعار ديال الوقت وكما كنعرفوا انه هو الوقت يعني غالي على كل واحد فينا. هي اعتمدت هذا الشعار هذا في لوحات ديال اللوحات التشكيليه. معرض جميل وكما قلت اننا سعداء بالمديريه الجهويه اننا كنستقبلوا يعني نوع من هذه اللوحات التشكيليه. فنانه عندها كارير كبير، عندها مسيره فنيه كبيره، عرضت في مجموعه ديال 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 المدن المغربيه سواء وجده، تطوان، مراكش، دار البيضاء، الرباط. وفرحانين كتواجد معنا في مدينه طنجه طبعا من اهم الاروقه اللي موجودين على الساحه المغربيه. وايضا بهذه المناسبه كان يعني هي فرصه لجميع المهتمين بعالم الالوان وعالم الفنون التشكيليه انهم يجي يزوروا هذا المعرض هذا اللي غادي تستمر الفعاليه ديالو الى غايه 14 يوليوز القادم. مرحبا بكم، مرحبا بكم تكتشفوا عالم الالوان ديال الفنانه إلهام العراقي. هذا المعرض كتحدث على الزمن، كتحدث على الوقت، كيفاش عبرت عليه، عبرت عليه بلوحات زيتيه، عبرت عليه بدي تكنيك ميكست على القماش، عبرت عليه بدي سكولتور اللي كيقدر الواحد يقيس واللي ما كيقيسش، دوك لي ستاندار لي سكولتور اللي كنلقاو في هذا. وملي كتدخل القاعه هنايا ديال هذا العرض غتلقى واحد بحال الشكل ديال لو سيركوي، يعني كتبدا بواحد الفضاء اللي هو فيه لوحات يعني كبار كبيره الحجم، ومن بعد كدوز بشويه بشويه وانت غادي وحتى كتوصل لواحد القاعه، يعني حيت كاين هما ثلاثه القاعات هنايا. ديك القاعه اللي جات في الاخرانيه سميتها ملعب، يعني هذاك علاش ملعب، يعني حتى الوقت كنهضر عليه بحال داك لاعب ولهو. فيها بزاف تماك ديال الاعمال اللي كيقدر الواحد يقيسهم ويلعب بهم. انا كنذكر كنقول لعب ولكن هما كمان يعني اعمال اللي طلبوا ليا وقت طويل، كل وحده فيهم اضعف يعني الوقت اللي طلبات ليا 6 شهور 8 شهور عام، ولكن حطيتها بغيت نحطها بواحد الطريقه باش المتلقي بحال اللي غيلعب بها، ماشي بحال اللي غيشوفها وبعيده ما يقدرش يقيس، لا بحال اللي غيلعب بها باش يحس بها اكثر ويقرب بها عليها اكثر. وجميع يعني يقدروا الدراري الصغار يقيسوها، يقدروا الكبار يقيسوها، جميع الفئات وجميع لي زاج، يعني كل شيء غيقدر يقيس ويقدر يتفاعل مع دوك المنحوتات اللي كاينين الداخل. هذاك الوقت المعكوس عنده بزاف، يقدر يكون عنده بزاف ديال المعاني. نقدر نقول معنى مثلا كاين ديك المعنى ديال هي الكون كله، يعني اذا كتشوف الدوائر كيفاش كيدوز وداك الشيء في هذاك الوقت المعاكس، الطواف في الجهه المعاكسه، يعني بحال الا راه بواحد الطريقه هذيك ملائمه باش الساعه تتبع الكون ماشي تمشي ضده، يعني بحال اللي غتمشي موالمه، يعني حنا نمشيو مع ما تبقى من الخلق بواحد الطريقه هارمونيوز، يعني نشوفوا نفس الاتجاه ماشي كل واحد فينا شيء. قنت تقدر تكون هذا المعنى، كيقدر يكون هذاك الوقت الواحد اي واحد فينا كيكون ديما كيجري ما تيكونش عنده الوقت باش كيوقف ويرد شويه، يعني يهضر مع راسو يشوف يصفي اشنو اللي يخلي شنو اللي ما يخليش اشنو هذا، يعني يقدر هذاك الاتجاه المعاكس يكون هو الوقت ديال كل واحد كل شخص فينا وكل شنو هو كيفاش كيدور لي داكشي في الدماغ ديالو، يعني يوقف ويراجع نفسه ويعطي الوقت يعطي راسو واحد الوقت باش يحيد عليه داكشي اللي ما المهم يصفي باش يخلي ليسونسيال يخلي اللي مهم وما تبقى يقدر يمشي. داكشي علاش كاين الغربال بزاف كتلقى في العمل كيتعاود ويقدر يكون بزاف عتاد المعاني. دابا ذكرت جوج هما راه بزاف، هو بجوج يعني هي كلهم في الصغر كيقولوا لي ما كتهضريش بزاف، كتبقاي غير ساهيه في شي حاجه بزاف، كتبقاي كتخطي بزاف، يعني ديك الساعه كان غير لو ديسان، يعني غير كنبقى ندير دي بحال ديك خوكي ماشي السباغه، بحال اللي كندير ديك خوكي فين ما مشيت غتبقاني دايره ديك خوكي. هذا هو. وعاوتاني كنبقى كنتامل بزاف الحوايج، هذه معروفه عليا من الصغر كيقول لي ما عرفت انت بوحدك ماشي بحال يعني كيمشيو الناس راهما كيلعبوا كيديروا، انت كتبقى واحد الحاجه شاده شحال وانت كتحليها
وتمعني فيها بزاف. يعني هذه واحد وصل لواحد الوقت اللي يعني قريت فيه وتخرجت فيه ودرت سيونتيفيك، ومن بعد لقيت راسي يعني عندي واحد الميول هاد لاخ بلاستيك، يعني الصباغه. يعني واخا راه كان يعني كنعزف البيانو، يعني عندي واحد الجوانب اخرين ديال لاخ، ولكن هذا الجانب هذا هو اللي كيعيط ليا ديما. كنقول راه خاصني ندير هادشي حيت كنبغيه وكنديرو في الدار. سي دوماج زعما باش هذاكشي اللي بقى ليا في عمري نبقى انا راه نخدم ونكون في واحد الطريقه زعما ديال سيغ داكشي لا سيكوريتي. واحد يشوف لا سيكوريتي حيت هاد الميدان هذا ما فيهش سيكوريتي، كيكون بحال هكا، مره كتكون هكا مره كتكون لاختيست معروفه عليه. لكن واحد الوقت لقيت راسي ما عنديش كندير، هذاك الشيء هو اللي خاصني ندير، بحال اون ديستيني، بحال اون ديستيني، بحال واحد الحاجه اللي خاصها تكون، بحال هذيك هي البليه الوحيده اللي عندي هي هذي. إذا اتجهت لهذا الشيء ودرت 5 ديال السنين ديال الدراسه الاكاديميكيه. علاش؟ غير باش ما يكونش عندي واحد شي عرقله ديال الوقت، نبغي ندير شي حاجه شي فورم وما نعرفش لها، واخا تكون ابستخي خاصني نعرف ليها. ومن بعد دوك 5 سنوات هي فين صافي بديت دي زيكسبوزيسيون. دابا تبارك الله راه 20 سنه ولا ما عرفت، ما حقاش كنحسب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.